انطلقت فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم من تنظيم الهلال الأحمر الجزائري يوم السبت 9 ديسمبر بقاعة حرش حسان بالعاصمة. تهدف هذه التظاهرة التي تحمل شعار كل ما نفعله ينبع من القلب إلى التحسيس بأهمية التبرع كعمل تطوعي لإنقاذ الأرواح. هذه الهيئة العتيقة التي أثبتت على مر التاريخ كفاءة واقتدار رجالها ونسائها بأداء دورها النبيل عبر ربوع. نحن اليوم في اليوم العالمي احتفالا باليوم العالمي للتطوع المصادف ل 9 ديسمبر من سنة 2023، ارتأت الهلال قيادة الهلال الأحمر الجزائري أن تحتفي بهذه المناسبة تشجيعا للمتطوع، فالمتطوع هو اللبنة الأساسية في العمل التطوعي. وفقنا الله ووفق الجميع ووفق العمل الجمعوي لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. وفي هذا الصدد ثمنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي في كلمة الجهود التي يقوم بها أعضاء الهلال الأحمر الجزائري في كل المناسبات. ومن جهته حيا السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبو عيطة مواقف الجزائر وهباتها التضامنية الإنسانية مع الشعب الفلسطيني.